10 وآخر خير على مصر جميعا وعلينا جميعا، وتكون أيامنا كلها خير وبركة، وإن شاء الله نستقبل عيد الفطر المبارك بالخير والبركات واليوم، وإن شاء الله تكون على العالم كله مش على مصر بس. وإحنا كل يوم بيحصل أحداث جديدة وتطورات جديدة في كل ملفات العالم كله، في أزمات ومشاكل كتير جدا جدا جدا، لكن إحنا في هذه الأيام بنعيش في رحاب شهر رمضان المعظم، ورحاب عدد من الأعياد والمناسبات المصرية والإسلامية اللي إن شاء الله يا رب كده نستمر نعيش فيها، وإن شاء الله تكون حياة كريمة وآمنة للجميع. زي ما قلنا قبل كده، أعياد القيامة كل سنة وأهالينا المسيحيين بخير، وأعياد شم النسيم وكل المصريين بألف خير، وشهر رمضان المعظم نحن نتحرى العشر الأواخر من الشهر الكريم، وبنتمنى إن شاء الله إن إحنا نوفق في ليلة القدر، وإن شاء الله يتقبل الله منا صالح الأعمال، وإن شاء الله كل عام وإحنا جميعا بخير بمناسبة قدوم عيد الفطر المبارك خلال الأيام. أعاد الله علينا وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليوم والبركات. يمكن النهاردة حدث مهم جدا 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 زي ما إحنا بنقول، وهو إفطار الأسرة المصرية، عادة مهمة ومتميزة بتجمع كافة الطوائف وفئات المجتمع المصري على مائدة واحدة مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، يتم خلالها تبادل وجهات النظر واستعراض الرؤى والأفكار حول العديد من الملفات، وكان فيها كلمات مهمة جدا 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 ورسائل مهمة جدا للرئيس عبد الفتاح السيسي ولرئيس الحكومة وللمشاركين من القوى الوطنية والأحزاب والسياسيين ورجال الدولة والوزراء، ويمكن كان فيها حوالي 16 قرار مهم جدا جدا للرئيس عبد الفتاح السيسي، كلها أغلبها ممكن نعتبرها قرارات ثورية وقرارات مهمة لصالح المواطن المصري، وقرارات كلها كاشفة، وبعض التصريحات المهمة التي تتعلق بالواقع المصري والأحداث والمستجدات وطبيعة الداخل المصري وتأثر مصر بالأزمة المالية العالمية وأحداث جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية. يمكن طبعا نتكلم على هذا الحدث المهم، ممكن الرئيس عبد الفتاح السيسي يوجه للأمة المصرية والأسرة المصرية جميعها بكل عام ونحن أمة كريمة ووطن عظيم، ويمكن الرئيس عبد الفتاح السيسي هنأ جميع الشعب المصري بالأعياد اللي اختلطت كلها وتجمعت في وقت واحد، وللمسلمين والمسيحيين، والرئيس عبد الفتاح السيسي كل عام ونحن أمة كريمة ووطن عظيم يجمعنا المحبة. وطبعا الرئيس عبد الفتاح السيسي يمكن أكد خلال لقاء بالأسرة المصرية من كافة الطوائف والفئات أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أن العهد الذي بيني وبينكم منذ تكليفي والصدق في القول والإخلاص في العمل والانتماء لله والوطن، ابتغاء لله وإنفاذا لإرادة الأمة وتحقيق أحلام الأمة. الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد كذلك أن عزيمتنا لا تلين من أجل تحقيق البقاء والبناء. ممكن نضعها هذا اللقاء المهم وهذا اللقاء المحترم، نضع له إطارا عريضا وعنوانا رئيسيا، وهو أن الجمهورية الجديدة في مصر الجديدة تتسع للجميع. كان هناك تصريحات عديدة للرئيس عبد الفتاح السيسي في أكثر من قضية وأكثر من ملف، يمكن من أهم وأبرز هذه التصريحات تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ما مرت به الدولة المصرية خلال السنوات العشر الماضية، وما تضمر الاقتصاد المصري وما تأثر به المواطن المصري. الرئيس عبد الفتاح السيسي اتكلم على أن خسائر الدولة المصرية خلال عام واحد فقط من 11 إلى 12 ما انتهتش بتولي شخص جديد، ولكن فضلت أثرها متتبعة، وإحنا يمكن نكون بندفع أثرها الآن والحكومة بتتدارك وبتعالج أخطاء الماضي. كذلك الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد على أن التصنيف الائتماني لمصر تراجع 6 مرات من عام 2011 ل 2012، يعني السنة واحدة تراجع 6 مرات، وده صعب جدا إنه اقتصاد في أي دولة في العالم يقدر يتجاوب أو يتعامل أو يتعاطى مع هذه المتغيرات الاقتصادية الصعبة. كذلك الرئيس عبد الفتاح السيسي يتكلم على ملفات مهمة جدا وخطيرة زي ملف الإرهاب، وأكد على إنه الإرهاب كان موجه وكان تدعمه أجهزة وكانت وراه قوى كانت بتستهدف توقف الأمور حتى تتداعى قدرة الدولة
يعني بمعنى اللي احنا شرحناه قبل كده، والرئيس عبد الفتاح السيسي اكده في اكتر من مناسبه قبل كده، انه كان الهدف ايصال الدوله الى مرحله الدوله الفاشله، الدوله الفاشله على الغير قادره على انها تكون دوله متعاونه او قادره على انها تحمي شعبها او توفر له متطلباته او حاجاته الاساسيه. يمكن الرئيس عبد الفتاح السيسي اتكلم، تطرق الى موقف الجيش المصري، اتكلم على اهميه الجيش المصري وهي المؤسسه الامنه والحاميه لهذه الدوله، و يعني صمام امنها الاول. اتكلم على ان القوات المسلحه هي انفقت مليار جنيه في 84 شهر لمواجهه الارهاب، مليار جنيه شهريا، انفقت مليار جنيه شهريا في 84 شهر لمواجهه الارهاب. تخيلين يعني انفقت مليار جنيه شهريا في 84 شهر لمواجهه الارهاب، مبالغ ضخم جدا جدا جدا، ولكن انه معروف ان الامن هو اهم مطلب، اهم مطلب لاي دوله، وعلى اساسه نقدر نتكلم في الملفات الاخرى، الاقتصاد والبناء وخلافه، واهم ملف هو الامن، ولذلك القوات المسلحه والشرطه في تحقيقه تحت قياده الرئيس عبد الفتاح السيسي. يمكن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتكلم وجه رسائله للناس وقال لهم قارنوا بين الوضع اللي احنا فيه دلوقتي والدول اللي دخلت في نفس المسار، يقصد الفتره اللي كانت ما بعد 2011، تونس ومصر وليبيا وغيرها من وسوريا، كل هذه الدول دخلت في حقبه 2011. تعالوا نشوف الدول دلوقتي وضعها ايه، شوفوا سوريا والحاله اللي هي في حاله اللا دوله، شوفوا ليبيا وحاله اللا دوله، وشوفوا تونس والمشاكل اللي بتعانيها، وشوفوا السودان كذلك والمشاكل اللي فيها. فالحمد لله على نعمه الامن اللي تحقق في مصر. الرئيس عبد الفتاح السيسي يتكلم على ان احنا مصر ضحت ب يعني 3277 شهيد من 2013 حتى الان بسبب الارهاب. ممكن كان في تصريحات قبل كده الرئيس عبد الفتاح السيسي ان مصر بتحارب الارهاب بالنيابه عن العالم كله، ودي كانت رساله على كم التحديات والضغوط اللي كانت بتواجهها مصر والقوات المسلحه والشرطه، واللي نجحت ان هي يعني تحطم اسطوره يدي الارهاب الغاشمه، واللي كانت بتنال من كانت تهدف نيل الدوله المصريه. الرئيس عبد الفتاح السيسي اكد كذلك على ان الامن والسلامه اهم شيء في البلد، واي حاجه بعدها ممكن نحلها، لكن اهم شيء هو الامن اللي ممكن نبني عليه زي ما قال قبل كده. وتطرق الرئيس لامور اخرى زي مسلسل الاغتراب مثلا، واللي بيلقى متابعه كبيره جدا جدا واهتمام ليس فقط في مصر وانما في الوطن العربي كله. اتكلم على ان مسلسل الاختيار حدث في الواقع، ويمكن مسلسل واقعي بيرصد فتره كلنا عشناها. اتكلم الرئيس عبد الفتاح السيسي ان هدف مسلسل الاختيار تسجيل اللي حصل في تلك المرحله بكل صدق وامانه. وطبعا الرئيس عبد الفتاح السيسي اثنى على المواطن المصري وشكره في اكثر من مره، مش دي المره الوحيده، ولكن اتكلم قبل كده على ان المواطن المصري بتحمل الاثار الناجمه عن تنفيذ البرنامج الطموح قدر ان احنا وصلنا للمرحله اللي احنا فيها، ان احنا قادرين نصمد ونحقق معدلات نصده يعني الرئيس عبد الفتاح السيسي. كذلك هناك تصريحات اخرى للرئيس عبد الفتاح السيسي، اتكلم على ان خطواتنا ثابته وراسخه وان عزيمتنا لا تلين من اجل تحقيق البقاء والبناء. واتكلم الرئيس عبد الفتاح السيسي على ان المراه المصريه كانت ولا تزال في طليعه المصير التنميه اللي بتقودها الدوله المصريه في هذه المرحله. يمكن كان من اهم الامور اللي اسعدت الجموع المصريين واللي كان لها استقبلت بحثاوه بالغه من القوى السياسيه ومن الاحزاب والسياسيين والمشاركين، وكان لها صدى واهتمام واسع جدا، ان هناك 16 قرار مهم جدا 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 للرئيس عبد الفتاح السيسي اطلقهم واعلن عنهم خلال افطار الاسره المصريه. الرئيس عبد الفتاح السيسي كلف الحكومه بعقد مؤتمر صحفي عالمي لاعلان خطه الدوله المصريه للتعامل مع الازمه الاقتصاديه العالميه، وده شيء من الشفافيه لم يكن موجودا من قبل، ولكن دي شفافيه مطلوبه عشان خاطر يبقى جاوب على كل اسئله المواطن المصري ووسائل الاعلام المحليه والعالميه، وحتى يقطع دابر والمشككين واللي عاوزين يضللوا الراي العام والمواطن المصري. كذلك الرئيس عبد الفتاح السيسي كلف الحكومه وكافه الاجهزه المعنيه بانها تتابع كافه اوجه الدعم المقدم لمزارعي مصر، خاصه في ملف القمح، بحيث تزيد المحفزات المقدمه للمزارعين سواء كانت محفزات ماديه او خدميه، كل ده عشان خاطر اهميه القمح بسبب الازمه الروسيه الاوكرانيه واللي قللت حجم واردات القمح من هاتين الدولتين. كذلك الرئيس عبد الفتاح السيسي اتكلم على ان الفتره القادمه ستشهد دعم مضاعف للقطاع الخاص للاطلاع بدوره في تنميه الاقتصاد،
وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه سيضع كافة الإمكانيات الممكنة لتوفير البيئة اللازمة لتحقيق ذلك. كذلك الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن عن إطلاق مبادرة لدعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي، وذلك من خلال تعزيز دور القطاع الخاص في توسيع القاعدة الصناعية للصناعات الكبرى المتوسطة، لأنه معروف الرئيس عبد الفتاح السيسي يعلم جيدا وأكد عليها أكثر من مرة بأنه الدول اللي مش هتنتج هي اللي هتبقى عندها مشكلة، وبالتالي عايز يحد من الاستيراد ويعظم من دور الصناعة الوطنية والإنتاج المحلي والتصدير كذلك في الفترة القادمة. الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد على أنه إعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي اللي تم تشكيلها كأحد مخرجات المؤتمر الوطني للشباب، وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أن يجب أن تتسع لتوسع قاعدة عملها بالتعاون مع الأجهزة المختصة ومنظمات المجتمع المدني المعنية. والرئيس عبد الفتاح السيسي أعرب عن سعادته بالإفراج عن دفعات من أبناء مصر خلال الأيام الماضية، وأكد أن الوطن يتسع للجميع وأن الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية، وهذا شعار مهم جدا وهو شعار المرحلة القادمة. وكان من أيام شفنا الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو بيدعو إلى حوار وطني حول عدد من القضايا الوطنية. كذلك الرئيس عبد الفتاح السيسي كلف الوزارات والمؤسسات والأجهزة المعنية باستمرار عمل المعارض اللي ساهمت في توفير السلع الأساسية للمواطنين على مستوى محافظات الجمهورية. شفنا اللي قامت بها وزارة الداخلية واللي بتقوم بها القوات المسلحة، وكان لها عامل مهم جدا في حماية المواطن البسيط اللي كان محتاج متطلبات واساسيات، خاصة في الشهر الكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي مد أجلها وخلاها مستمرة طوال العام. كذلك الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه من ضمن القرارات المهمة وجه بالاستمرار في تقديم كافة السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مدعمة وحتى نهاية العام الجاري. كذلك الرئيس عبد الفتاح السيسي أيضا كلف إدارة المؤتمر الوطني للشباب بالتنسيق مع كافة التيارات السياسية الحزبية والشبابية لإدارة حوار سياسي حول أولوية العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة. تكليفات مهمة وقضايا مهمة أكد عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي أيضا، حيث وجه برفع إنتاج الحوار نتائج الحوار الوطني إليه شخصيا، وكذلك تعهد بحضور المراحل النهائية منه. أيضا كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بإعلان خطة واضحة يتم الالتزام بها لخفض الدين العام كنسبة من الدخل القومي. كذلك كلف الرئيس أيضا الحكومة بطرح رؤية متكاملة للنهوض بالبورصة المصرية، وكذلك كلف الحكومة بالإعلان عن برنامج لمشاركة القطاع الخاص في الأصول المملوكة للدولة بمستهدف 10 مليار دولار سنويا ولمدة 4 سنوات. كذلك كلف الحكومة بالبدء في طرح حصص من شركات مملوكة للدولة في البورصة المصرية، وكذلك طرح شركات مملوكة للقوات المسلحة في البورصة قبل نهاية العام الحالي، ووجه كذلك باستكمال سداد الديون المديونية الخاصة لعدد من الغارمين والغارمات، وده شيء مهم جدا 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 في إطار التكافل اللي تقوم به الدولة المصرية. كذلك ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي وكلف بإجراء حوار وطني مع كافة القوى السياسية دون استثناء أو تمييز. كلها قرارات مهمة جدا جدا ولها صدى منذ أن أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد إفطار الأسرة المصرية عنها، يمكن كان لها صدى مهم جدا. وهذا الترحيب ظهر في تحالف الأحزاب السياسية اللي أشاد بقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي. التحالف ده بيضم طبعا عارفين انه 40 حزب سياسي، أشاد بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي وقال ان حزمة القرارات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية مهمة جدا 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 في الفترة القادمة، خاصة فيما يتعلق بدعم المواطن والمزارع المصري. برضو لجنة العفو الرئاسي بدأت فعليا بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتلقي أسماء الشباب المحبوسين بعد تفعيلها وإعادة تشكيلها، وده شيء مهم جدا جدا جدا. كذلك اتحاد الصناعات المصرية اللي أكد على أنه يدعم ويساند دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لحلول الاستثمار الخاص، وقال أن دي مبادرة مهمة جدا تؤكد على حرص الدولة المصرية والقيادة السياسية على دفع القطاع الصناعي في ظل الظروف الاقتصادية العالمية واللي تأثرت بها الصناعة المصرية. اتحاد الصناعات شايف ان دي خطوات مهمة جدا وفاعلة، واكد دعمه الكامل لهذه المبادرات الهامة ودورها في تطوير الصناعة ومساعدتها في وإزالة اي تحديات او عوائق تواجه الصناعة المصرية لتحقيق معدلات نمو مهمة وتعميق الصناعة والإنتاج الوطني. كل دي امور مهمة جدا جدا في الدولة المصرية، كلنا مبسوطين بها وقرارات غاية في
الأهمية إن شاء الله تصب في صالح المواطن المصري وفي الدولة المصرية، وتأتي في ظل منعرق تاريخي وفي تحديات إقليمية ودولية كبيرة جدا، خاصة في ظل جائحتي كورونا والحرب الروسية الأوكرانية. إن شاء الله إن شاء الله تكون أيام خيرة على الدولة المصرية، وإن شاء الله جميعا نحتفل بأعياد الفطر المبارك على خير، وإن شاء الله تستمر مسيرة البناء المصرية تحت قيادة حكيمة ودولة رشيدة في الفترة القادمة إن شاء الله. تحياتي لكم وأشكركم، شكرا جزيلا.